أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط أن إحياء الجامعة العربية لذكرى 75 للنكبة الأليمة للشعب الفلسطيني يعد التذكير بالمأساة الفظيعة التي حلت بالشعب الفلسطيني جراء احتلال أرضه وتهجيره. وفي كلمة أبو الغيط في الفعالية لإحياء ذكرى النكبة ويوم الأسير الفلسطيني بمقر الجامعة العربية، شدد الأمين العام على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ومؤكدا أن الجرائم التي ارتكبت وما زالت لا تسقط بالتقادم. بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أقامت الجامعة ندوة رفيعة المستوى إحياء للذكرى 75 للنكبة الفلسطينية ويوم الأسير، وتزامنا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتكريس أنشطتها هذا العام للاحتفال بالذكرى 75 للنكبة، ولأول مرة منذ أكثر من 7 عقود من عمر النكبة. إنه لربما كان من غير الإنصاف أن يذكر في أدبياتنا السياسية منذ عقود أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية فحسب. حقيقة الأمر أن القضية الفلسطينية هي قضية الفطرة السوية التي جبل عليها عموم البشر، قضية الشرف، قضية الأخلاق، قضية رفض الظلم والضيم واستلاب الإنسان لحق أخيه الإنسان. هذه الذكرى الأليمة للشعب الفلسطيني بل وللأمة العربية ولجميع أحرار العالم، التي تعيد التذكير بالمأساة الفظيعة التي حلت بالشعب الفلسطيني جراء احتلال أرضه وتهجيره ظلما وعدوانا وإرهابا بارتكاب سلسلة من الجرائم والمجازر البشعة، كما تذكر بأن العدالة الدولية ما زالت غائبة، وبأن عذابات الشعب الفلسطيني ما زالت مستمرة ومتواصلة تستصرخ الضمير العالمي لأكثر من 7 عقود من الزمن. أن الجامعة العربية ستبقى الحاضنة العربية لحماية الحقوق الفلسطينية والدفاع عنها، وعلى رأسها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وإطلاق سراح أسرانا من سجول الاحتلال الإسرائيلي، كما ونرحب بالحضور العربي الواسع على المستوى السياسي والدبلوماسي، والذي يؤكد بأن الموقف العربي الموحد الذي تجسده جامعة الدول العربية من فلسطين وقضيتها ثابت منذ البدايات، وأن الحضور العربي من المحيط إلى الخليج كان ولا يزال في قلب القضية الفلسطينية. إحياء الذكرى جاء تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبحضور المندوبين الدائمين بالجامعة من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والدولية لدى مصر، كما تضمن معرض صور لرحلة اللجوء الفلسطينية. مصر هي يعني بوابة الشعب الفلسطيني، وهي حاضنة كل الأعمال اللي بتصدر، ومصر هي بالحرب هي الحاسمة، وبالسلام أيضا هي الأساس. وإحنا يعني مش أول مرة بنيجي على مصر، ولا أول مرة بنيجي على الجامعة العربية، فكانت أبوابها مفتوحة أمامنا وهي داعمة بشكل رئيسي. يأتي إحياء ذكرى النكبة ويوم الأسير في مايو من كل عام بالتزامن مع التهجير القصري الجماعي في عام 1948 لأكثر من 750 ألف فلسطيني من نحو 20 مدينة و400 قرية. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.